نشرة مسائية مفصلة، أهلا بكم. بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الصين تدخل على خط سباق التجارب السريرية لمكافحة فيروس كورونا، وهي أجازت أول لقاح تجريبي يقوم به فريق الباحثين في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية. وفيما يواصل الفيروس انتشاره الجنوني في أنحاء العالم، دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة، وأكدت المنظمة إصابة 2 من موظفيها بالفيروس. أما في لبنان، فقد أعلنت وزارة الصحة عن 120 حالة مثبتة مخبريا. وفي السياق، تكررت الدعوات إلى ضرورة التقيد من قبل المواطنين بالتدابير الصارمة والتزام المنازل وتجنب التجمعات عملا بقرار التعبئة العامة. شركة طيران شرق الأوسط قررت استبدال الطائرة الصغيرة بأخرى كبيرة لرحلة بروكسل بيروت غدا، وذلك بعد الطلب الكبير الذي تلقته الشركة من قبل اللبنانيين الموجودين في أوروبا الذين يودون العودة إلى لبنان قبل إقفال المطار غدا. وإلى جانب كورونا، انشغال لبناني بقضية العميل عامر الفخوري، إذ ميز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية الحكم بكف تعقبات الذي صدر أمس، وكان أثار استياء كبيرا ووصف الحكم بالفضيحة. وبالتوازي، صدر قرار بمنع السفر عن العميل الفخوري. لنعود إلى هذا الموضوع في سياق النشرة التي نبدأها من إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا، وآخرها اتفاق في جلسة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق للتبرعات من أجل مواجهة هذا الفيروس. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من السراي الزميلة ريمان داو. ريمان، يعطيك العافية، يعني يوم ماراتوني كان هناك الكثير من العمل في السراي على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد معالجة أو مواجهة فيروس كورونا. التفاصيل لديك، تفضل. نعم وسيم، على الرغم من أن الجلسة الحكومية الأولى التي تعقد هنا في السراي الحكومي كانت مخصصة لدراسة الواقع الاقتصادي والنقدي، إلا أن الكورونا والإجراءات التي تتخذها الحكومة فرضت نفسها على طاولة مجلس الوزراء، وكانت الأولوية في النقاشات التي حصلت. أهم القرارات التي اتخذت كما ذكرت هو إنشاء صندوق للمساهمة وللتبرعات للمساهمة في مكافحة ومواجهة هذا الفيروس، إضافة إلى قرارات بضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية وتغطية كل المصابين الذين لا يملكون أي تغطية صحية، سواء ضمان اجتماعي أو غيره، فالدولة هي مسؤولة عن هذه التغطية الصحية، إضافة إلى ضرورة أن تتحمل شركات التأمين المسؤولية أيضا مع الدولة اللبنانية بمواجهة هذا الفيروس. وقد طلبت الحكومة من وزير الصحة أن يقدم يوم الخميس في الجلسة الحكومية التي ستعقد الخميس جرد عن المستشفيات الحكومية والخاصة التي ستساهم أيضا في استقبال المصابين بفيروس الكورونا. هذا فيما يتعلق بالعناوين العريضة للفيروس الكورونا. الشأن المالي أيضا حضر في هذه الجلسة، كان هناك عدة ملاحظات من الوزراء حول موضوع التفاوض مع حاملي سندات اليورو بوند، وبحسب ما علمنا أنه كان هناك اتصال أمس بالسراي الحكومي بين شركة لازارد والحكومة حول ما آلت إليه المفاوضات مع حاملي سندات اليورو بوند، وقد وضع الوزراء بعض وجهات النظر حول هذا الموضوع دون أن يكون هناك جواب واضح حول ما وصلت إليه مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند. أيضا في الإجراءات المتعلقة بموضوع الكورونا، في موضوع وزارة الاتصالات وما يتعلق بدفع الفواتير، فهناك سيصدر تعميم كما قال لنا وزير الاتصالات لدى خروجه عن وزارة الاتصالات بما يتعلق بالخطوط اللي هي الخطوط الثابتة أو الخطوط المدفوعة سلفا، سيكون هناك بعض الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاتصالات. بموضوع أيضا التعليم عن بعد الذي حضر في جلسة مجلس الوزراء عبر تلفزيون لبنان وعبر التلفزيونات الخاصة أيضا، وزارة الاتصالات قالت أنها جاهزة لتأمين مجاني للإنترنت عبر القائمة البيضاء للطلاب، ولكنها تنتظر اللائحة من وزير التربية لتقديمها إلى وزارة الاتصالات بلائحة بالمدارس التي ستشارك في التعليم عن بعد. هذا بخلاصة
الإجراءات. أيضا بقضية العميل الفخوري فهي حضرت عندما تم التطرق إلى موضوع السجناء، وهذا الموضوع قد أثرته وزيرة العدل، ولكن في الموقف الرسمي الذي سمعناه من وزيرة الإعلام كان استنادا إلى ما نص في البيان الوزاري باستقلالية القضاء وعدم التدخل في الأحكام الصادرة عنه. قبل سماع إلى أهم المقررات أيضا التي اتخذت في هذه الجلسة على أكثر من صعيد، نشير إلى اجتماع اللجنة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا التي انعقد هنا في السراي الكبير في إطار الاجتماعات الدورية واليومية أو شبه اليومية التي تعقد هنا في السراي. اللجنة انتهت منذ قليل بحسب ما علمنا من مصادر المستمعين بأنه كان الاتفاق على أن وضع وزير الصحة لائحة بالمستشفيات الخاصة من فئة ألف التي ستشارك ضمن لتحمل تعب بعض عبء مرضى فيروس الكورونا، وهي ما فوق 30 مستشفى من الفئة ألف. وسيتم وضع بعض المعايير التي يمكن لبعض المستشفيات أن تساهم، كوجود مداخل أخرى غير مشتركة مع باقي الأقسام أو وجود أبنية منفصلة. وأيضا كان هناك حديث عن المختبرات، سيتم وزارة الصحة ستحدد من هي المختبرات في المناطق التي يتم التعامل معها بإجراء فيروس الكورونا، وليس كل المختبرات ستكون مخولة بإجراء هذا الفحص. أيضا هناك توصية من اللجنة للحكومة بإيجاد مراكز للحجر الصحي في كل المناطق اللبنانية، تكون عبارة عن أوتيلات أو عن مراكز بلدية أو مراكز عامة لنقل بعض المصابين بفيروس الكورونا ممن هم لديهم حالة مستقرة نوعا ما ولا عوارض قوية، يمكن نقلهم إلى هذه المناطق للتخفيف قليلا عن كاهل مستشفى رفيق الحريري الحكومي. هذا بالخلاصة الجو العام. نستمع إلى أبرز مقررات مجلس الوزراء التي تلتها وزيرة الإعلام. كما ستقوم وزارة الصحة بوضع جداول مناوبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات على مدار 24 ساعة في كل منطقة. من جهة أخرى، تقرر إنشاء خلية أزمة في البلديات واتحاد البلديات لتأمين الأولويات من حاجات الناس. ومنع الاستغلال بعض التجار هذه الفترة، ستعمد وزارة الاقتصاد إلى رفع مستوى مراقبتها للتجار لمراقبة ارتفاع الأسعار واتخاذ التدابير الحازمة في هذا الإطار، كذلك السعي لتخفيض أسعار المعقمات والمطهرات. كذلك تطرق مجلس الوزراء إلى الضرر الذي يلحق باللبنانيين نتيجة الوضع الحالي، وخاصة العائلات الفقيرة وأولئك الذين يعملون بشكل يومي لتأمين لقمة عيشهم نظراً للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، وتم طرح بعض الأفكار لمساعدة هؤلاء الأشخاص على مختلف الصعد. من جهة أخرى، تمت الموافقة على ما يلي: مشروع قانون معجل يرمي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامة المحكومون بها. كذلك تمت الموافقة على مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتباراً من 18 تشرين الأول 2019 لغاية 30 حزيران 2020. وفي التربية والتعليم تم التداول بصيغة التدريس عن بعد بالتعاون بين وزارات التربية والاتصالات والإعلام عبر تلفزيون لبنان ومحطات التلفزيون الخاصة، بالإضافة إلى إدراج المواقع التعليمية اللبنانية على القائمة البيضاء لمستخدمي شبكتي الخليوي وشبكة وزارة الاتصالات. وقد استكمل مجلس الوزراء التداول في الملف المالي الذي لم يتوقف نتيجة كورونا. شكرا جزيلا لك ريمان على كل هذه التفاصيل. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة شفاء مؤكدة. أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أنه ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 17 آذار 2020 بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 120 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، أي تم تسجيل 11 حالة جديدة عن الأمس، لافتة إلى أنه سجلت حالتا شفاء تام بعد التأكد من فحص PCR السلبي لهما مرتين متتاليتين خلال 48 ساعة.
وأوضحت الوزارة أنه تتابع تقصي الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، بالإضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنازل إلا عند الضرورة القصوى. وفي إطار اتخاذ التدابير في المناطق وعمل البلديات، التزمت مدينة صيدا لليوم الثاني على التوالي بالتعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية، فأقفل السوق التجاري بشكل كامل، كما المصارف والمؤسسات الخاصة باستثناء بعض محلات الصيرفة التي فتحت أبوابها في شارع رياض الصلح الرئيسي لتسهيل أمور الناس. ورفع أبناء المدينة منسوب الإجراءات الوقائية، حيث ارتدى من اضطر للخروج للعمل أو تأمين احتياجاته من المواد الغذائية والتموينية الكمامات والكفوف خلال تحركاته، فيما سيرت القوى الأمنية دوريات للتأكد من الإقفال وعدم حصول أي تجمعات. وتراجعت حركتي السير والمرور في الساحات والشوارع، في حين بقيت المصارف التي استثنيت من قرار الإقفال مقفلة، ما أثار حفيظة المودعين الصغار. الصرافون بدورهم استمروا في استغلال المواطن عن طريق رفع سعر صرف الدولار وبيعه ب 2400. كذلك استغل التجار المستهلك ورفعوا أسعار البضائع بزيادة 30% على مختلف المواد الأساسية والغذائية. على صعيد سيارات خط النقل العام بين صيدا وبيروت والجنوب، ظل متوقفا حيث منعت الأوتوبيسات والحافلات والفانات من العمل. الفانات ممنوع نهائيا والبوسطات. السيارات الصغيرة بيسمحوا له لركبين أو مكسيمو 3 ركاب إذا كانت عيلته معه. الأب فادي ثابت رئيس مزار سيدة لبنان حريصة أعلن تقدمة مركز بيت عنيا للحج الصحي المنزلي مجانا. محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أعلن أن لا إصابات مؤكدة بكورونا في المنطقة حتى اللحظة. نحن رسميا بعد ما في حالات مؤكدة، في كان حالات مشكوك فيها وعم ينعادلوا فحوصات وهن بالحجر، ولكن نحن بعد رسميا الحالات منا مؤكده انه موجوده بعلبك الهرمل. وفي نقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية، استمر الطاقم الصحي التابع لوزارة الصحة بتطبيق إجراءات الوقاية في نقاط المراقبة من فيروس كورونا. وزير الصحة حمد حسن أطلق الصندوق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وأعلن عن فتح حساب مصرفي. وزير الصحة حمد حسن أطلق الصندوق الوطني لمكافحة كورونا، لافتا إلى أن الأزمة أظهرت عن جرأة فريدة للطاقم الطبي الموجود في المستشفى الحكومي ويمكن تعميمها على العالم، ورأى أن المتابعة لأي حالة هي السبيل الوحيد للشفاء التام. اليوم نحن عم نحط الحل على السكة الصحيحة، تأمين المبلغ الإضافي ل المساهمة المشروطة اللي دفعتها وزارة الصحة سابقاً لحل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب. اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء قال كلمة مختصرة: مدام أصحاب حقوق فلندفع هذا الحق. فإذن بعتقد المبلغ اللي الإضافي اليوم أخذنا قرار فيه، والخطوة الثالثة رح تكون هو رفع مقترح لحل دائم لمشكلة الرتب، سلسلة الرتب والرواتب، مستشفى رفيق الحريري الجامعي وكل المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية. حقكم محفوظ بالقانون ووفق الأنظمة المرعية الإجراء، وكل شيء حق بالقانون. نحن كحكومة نقدر هذا الحق ونصوب الطريق لتحقيقه. إشارة إلى أن وزارة الصحة تستحدث منصة إلكترونية لتلقي البلاغات عن نتائج تحاليل كورونا من المختبرات التي تجري الفحوص. وفي سياق المساعدة في مواجهة فيروس كورونا، أنشأت وزارة المال حسابات تبرع لمكافحة الفيروس بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، وهذه أرقام الحسابات ظاهرة أمامكم على الشاشة. وفي إطار التعاون بين وزارتي الإعلام والتربية ومتابعة لقرارات مجلس الوزراء والخطط الرامية إلى الحد من تأثيرات فيروس كورونا، يباشر تلفزيون لبنان في الأيام القليلة المقبلة بث حلقات تشرح الدروس لصفوف الشهادات الرسمية ضمن أسلوب التعلم عن بعد.
في ظل الظروف الاستثنائية الصحية التي يمر بها لبنان بسبب فيروس كورونا، أصدر وزير التربية طارق المذوب 3 تعاميم. الأول يتعلق بالتعلم عن بعد وفق 3 مسارات: البث عبر البث التلفزيوني، المنصات الإلكترونية والوسائل التقليدية، والثاني بتطوع معلمين من التعليم الرسمي والتعليم الخاص لتسجيل حصص تعليمية، والثالث بتحديد الدروس المنجزة قبل التوقف القصري في صفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة. ما هي أهداف هذه المسارات؟ المسار الأول البث التلفزيوني. هدف هذا المسار تأمين إيصال المحتوى التعليمي لأكبر عدد ممكن من المتعلمين، خصوصا من لم يتوفر لديهم الإنترنت، وذلك عبر تلفزيون لبنان والتلفزيونات الخاصة، وبالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الإعلام، على أن يبدأ تصوير الحصص التعليمية لصفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الأسبوع الحالي، وذلك في استديوهات تلفزيون لبنان بالإضافة إلى استديوهات تلفزيون التربوي الخاص بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، واستديوهات خاصة توضع مجانا بتصرف وزارة التربية. المسار الثاني وهو المنصات الإلكترونية. هدف هذا المسار تأمين التواصل التفاعلي بين المعلم والمتعلم في مديريات الوزارة والجامعة اللبنانية عبر تطبيقات مجانية، وبعدما أبدت شركة مايكروسوفت استعدادها تقديم تطبيقها مايكروسوفت تيمز مجانا للمتعلمين والمعلمين في لبنان، سترسل وحدة المعلومات في الوزارة تباعا إلى المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ولمن يرغب من المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص حسابات مجانية لاستعمال هذا التطبيق. المسار الثالث التواصل عبر الوسائل التقليدية، وهدف هذا المسار إيصال نسخة من المحتوى التعليمي ورقيا عبر مديري المدارس والثانويات والمعاهد إلى التلاميذ من خلال العمل على إرسال الدروس والفروض إلى المتعلمين وإعادة إرسالها إليهم مع ملاحظات المعلم. وإلى العالم، أعداد المصابين بوباء كورونا في ارتفاع، وقد وصل العدد إلى 190,394 حالة، وسجلت حتى الآن 7,525 حالة وفاة. بالتزامن مع السعي لإيجاد لقاح تجري الاختبارات عليه، يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم مسجلا إصابات ووفيات جديدة، فيما تتخذ الدول إجراءات وقائية تمثل أبرزها بالحجر المنزلي وإغلاق المطارات وكل مرافق العمل في إطار العمل على الحد من انتشار الفيروس. فرنسا التي سجلت إصابة 6,622، فيما توفي 148 شخصا جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس حتى الآن، بدأت تنفيذ قرار الحجر الشامل في كل أنحاء البلاد لمدة 15 يوما، ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة، ودعا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء. وأكد الرئيس الفرنسي أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة شنغن. إيران التي تعتبر بؤرة مهمة لتفشي الفيروس أعلنت إطلاق السراح المؤقت ل 85,000 سجين بينهم سجناء سياسيون، وقد رصدت السلطات الإيرانية 1,178 حالة إصابة جديدة في الساعات الماضية، إلى جانب تسجيل 135 حالة وفاة جديدة أيضا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 988. اللجنة الوطنية للصحة في الصين ذكرت أن أكثر من 10 أشخاص توفوا بالفيروس مؤخرا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3,226 في أنحاء البلاد. وسجل إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس 12 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80,881 حالة. في كوريا الجنوبية، حيث تراجع عدد الإصابات اليوم الثالث على التوالي، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 8,320. الهند حظرت دخول مسافرين القادمين من أوروبا وتركيا. أرمينيا كذلك حظرت دخول رعاية 16 دولة، فيما ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 491 والإصابات إلى أكثر من 11,000. أما عدد المصابين في هولندا فقد وصل إلى 1,705، في حين بلغ إجمالي الوفيات 43. الرئيس الفنزويلي كذلك أمر بفرض إجراءات الحجر الصحي في سائر أنحاء البلاد. ارتفاع عدد المصابين في تركيا إلى نحو 50 دفعها لتجديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول. هذه الدول والعديد من الدول بينها العربية تواصل التشدد في تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء،
وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الأردن إلى 36. في العراق سجل أكثر من 20 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الإصابات في الكويت إلى 130 حالة. أما في الأردن فقد انتشر الجيش الأردني على مداخل المدن الرئيسية في المملكة في إطار الجهود الرامية لمنع انتشار الفيروس. قضائيا، القاضي عويدات طلب من القاضي خوري تمييز قرار إطلاق العميل الفخوري ومواقف منددة بالقرار، ومكتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرد كل كلام عن تعهده مساعدة الفخوري تحامل وكذب. بعد قرار إطلاق سراحه غادر العميل عامر الفخوري المستشفى وهو لم يغادر الأراضي اللبنانية حتى اللحظة، بعدما أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قرارا بمنعه من السفر، إلا أن قرار الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية هذا والذي قضى بكف التعقبات عن العميل ميزه مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة إليه، وذلك بعدما تقدم به النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. حزب الله علق في بيان على قرار المحكمة العسكرية بإخلاء العميل فخوري، لافتا إلى أنه منذ اليوم الأول لاعتقال العميل المجرم والقاتل بدأت الضغوط والتهديدات الأمريكية سرا وعلانية لإجبار لبنان على إطلاق سراحه، ويبدو أن الضغوط الأمريكية وللأسف قد أثمرت اليوم، واعتبر أنه كان من الأشرف والأجدى لرئيس المحكمة العسكرية وأعضائها أن يتقدموا باستقالاتهم بدل الإذعان والخضوع للضغوط التي أملت عليهم اتخاذ هذا القرار المشؤوم. ودعا تجمع المحامين في حزب الله نواب الأمة إلى الإسراع في التقدم بمشروع القانون المعجل المكرر المعد من قبل تجمع المحامين إلى مجلس النواب، والذي يرمي إلى تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سقوط جرائم العمالة بمرور الزمن تفاديا لعدم تكرار هذه الأحكام. بدوره أشار المكتب السياسي لحركة أمل إلى أن تاريخ العميل الإجرامي من عمالة وتعذيب وأخفاء جرائم لا يمحوها مرور الزمن لا في قانون العقوبات ولا في قانون الله، واعتبرت الحركة أن الإفراج عن الفخوري قرار ترفضه وستقف بوجهه كما كل الشعب اللبناني لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فعبر عن موقفه في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: في أوجه الأزمة الصحية والاقتصادية محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر الفخوري، متسائلا ما نفع كل التشكيلات القضائية والحديث عن استقلالية القضاء مع تقديري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللقضاة الذين حاكموا العميل إنها جرعة السم للرئاسة. وبالعودة إلى الشأن الصحي فيما يخص فيروس كورونا، فقد أجرى أو تلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي لعلاج كورونا في مركز أبحاث في سياتل في خطوة غير مسبوقة من أجل التصدي للوباء الذي اجتاح العالم. أول متطوعة أمريكية تلقت جرعة من اللقاح الذي إن نجح وأثبت فاعليته قد يسجل اسمها ومخترعه في سجلات التاريخ الطبي. تحدثت عن قرارها خوض تلك التجربة، فتمنت التوصل للقاح فعال وسريع لإنقاذ الأرواح ليتسنى للجميع العودة لحياتهم الطبيعية سريعا. وعند سؤالها عن الإجراءات التي تتخذها بشكل يومي، أفادت أنها تتابع حرارتها بانتظام أو أي أثار جانبية، وتتصل بالمعنيين في حال شعرت بأي تغيير، كما قالت إنها ستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد حوالي 4 أسابيع. أما عن المضاعفات أو الأثار الجانبية التي يمكن أن يحملها أي لقاح أو حتى دواء، أكدت أنها مستعدة لكل ما قد يحصل ولا تشعر بالخوف، وأضافت أن اللقاح لا يعني حقنها بالفيروس، لذا لا خوف من أن تصاب بكورونا. وكان باحثون من مركز كيزر للأبحاث في واشنطن بدأوا إجراء تجارب على 54 شخصا بإعطائهم جرعتين لمدة شهرين. بدورها قالت الطبيبة ليزت جاكسون التي تشرف على تلك التجارب: نحن فريق فيروس كورونا الآن،
الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة. كما أشار مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوشي إلى أن الاختبارات إن سارت كما يتوقع الباحثون فإن اللقاح سيكون متاحا خلال مدة 12 أو 18 شهرا. أهلا بكم من جديد. أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في القصر الجمهوري في بعبدة مع الوزير أو لقاء مع الوزير السابق طارق الخطيب تخلله جولة أفق تناولت التطورات الراهنة. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري سفيرة إيطاليا في لبنان وعرض معها التطورات والعلاقات الثنائية. عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان والتنسيق القائم مع مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الأمم المتحدة المساعدات للبنان لمواجهة فيروس كورونا. ولاحقا رأس دياب اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة ملف النفايات المنزلية الصلبة لتحديد مواقع المعالجة بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين. بحث وزير المال غازي وزني مع وفد من جمعيات المصارف برئاسة سليم صفير الشؤون المصرفية، وقد تم التوافق على فتح المصارف لبعض فروعها ابتداء من يوم غد الأربعاء وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار مع استمرار خدمة الكول سنتر وتأمين السيولة عبر أجهزة الATM. نقيب الأطباء شرف أبو شرف أصدر تعميما يدعو فيه نقابة الأطباء إلى عدم الظهور الإعلامي للتحدث عن فيروس كورونا إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للنقيب، وذلك بسبب الذعر الذي تسببه أحيانا المعلومات غير الدقيقة التي يدلي بها بعض الأطباء. أعلنت وزارة الداخلية أنه بعد ورود عدد من الاستفسارات حول فتح أبواب هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أن الأخيرة لجأت إلى فتح أبوابها بالحد الأدنى من الموظفين واعتماد المناوبة في العمل، وذلك حرصا على تسيير شؤون المواطنين الملحة، مع الإشارة إلى أن الرسوم خاضعة للتخفيضات على الغرامات بنسبة 85% لغاية 4 أيلول من العام الجاري. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي عرض مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وقال كوبيتش بعد اللقاء: تحدثنا عن كيفية مساعدة لبنان اللبنانيين الذين يعانون بشكل متزايد مع تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية. وأضاف كوبيتش: بطبيعة الحال تناولنا وباء كورونا وضرورة التعبئة على كل الأصعدة وتضافر الجهود السياسية والوطنية للسيطرة على هذا الوباء. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل في دار الفتوى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر محمد علوي، وتم التداول في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا في دول العالم والإجراءات التي تقوم بها للحد من انتشاره. في أخبارنا الدولية، أعلنت الرئاسة التركية أن زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ناقشوا خلال مؤتمر عبر الفيديو الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا. وأضافت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثوا أيضا وسائل المساعدة الإنسانية لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. وكان قد تقرر عقد المؤتمر بعدما فتحت أنقرة حدودها أمام المهاجرين الساعين للدخول لدخول الاتحاد الأوروبي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد أطلقهما الحوثيون من محافظة الحديدة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن التركي المالكي إن ما حدث يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارية العالمية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. أخيرا في نشرتنا إلى الصفحة الرياضية مع الزميل داني حرب. تم تأجيل بطولة الأمم الأوروبية 2020 لعام كامل بسبب وباء كوفيد-19 حسب ما أعلن الاتحادين النرويجي والسويدي لكرة القدم، لتكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتأجل فيها البطولة الأوروبية العريقة. تمنى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس من مشجعي نادي الملكي البقاء في منازلهم تفاديا لنقل عدوى كوفيد-19 إلى أشخاص آخرين، لا سيما وأن الفيروس يطال فئة كبيرة من المجتمع الإسباني ويفتك بهم بسهولة. قال رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون إن دوري المحلي سيتابع خلف الأبواب المغلقة ولن يسمح للجمهور بمتابعة المباريات المتبقية من البطولة من أرض الواقع لمنع انتشار الوباء العالمي كوفيد-19. أرسل لاعبو دوري الرابطة الوطنية في كرة السلة رسائل تشجيعية لجمهورهم والتمنوا منهم البقاء في الحجر الصحي إلى أن تهدأ الأمور بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل جنوني. وقال رودي جوبرت لاعب يوتا جاز: أشكر كل من ساندني في هذه المحنة وتشجيعكم هو الذي منحني القوة حتى الساعة. من ناحية فيكتور أولاديبو لاعب إنديانا بيسرز، فقد تمنى على الجميع التقيد بإرشادات سلامة من خلال غسل اليدين والاستعانة بأدوات التطهير، وقال احموا أنفسكم تحمون المجتمع. أما جيسون تاتوم لاعب بوستن سلتكس فقال: يجب أن نهتم بمجتمعنا من خلال ملازمة الهدوء والبقاء في المنزل، هذه أوقات صعبة لكن بفضل الصلاة سنجتاز المحنة. وعبر داميان ليلرد لاعب بورتلاند تريل بليزرز عن رأيه من خلال تفادي الحشود: وإذا شعرتم بالمرض ابقوا في منازلكم واعزلوا أنفسكم، هذا فيروس سنقاتله، على أمل أن أراكم مجددا في الميدان. كان هذا كل شيء في النشرة، شكرا لحسن المتابعة ودائما إلى اللقاء.